قال الرئيس الإيراني حسن روحاني إن التوصل إلى اتفاق نووي شامل يمكن أن يتأجل إذا طرحت القوى العالمية الست قضايا جديدة في المحادثات، وأضاف أنه لن يقبل بنظام تفتيش دولي يعرض أسرار بلاده للخطر. وذكر روحاني في مؤتمر صحفي بثه التلفزيون يوم السبت أن إيران لن تسمح أبدا بسقوط أسرار الدولة في أيدي أجانب عن طريق البروتوكول الإضافي أو أي وسائل أخرى، في إشارة منه إلى آلية ستسمح بعمليات تفتيش أكثر دقة داخل المواقع الإيرانية. وأشار الرئيس الإيراني إلى إمكانية أن تقبل طهران تطبيق البروتوكول الإضافي، قائلا إن دولا أخرى موقعة على معاهدة حظر الانتشار النووي فعلت هذا في الماضي دون أي مشاكل، لكنه شدد على أن إيران لن تتعرض لإجراءات خاصة بعيدة المدى. ودعا دبلوماسيون أمريكيون وفرنسيون إيران إلى القبول بإجراءات التفتيش الصارمة التي تشمل منح المسؤولين الدوليين حق الدخول إلى مواقعها العسكرية والقيام بعمليات تفتيش على أن تبلغ بنواياهم قبل مهلة لا تتجاوز الساعتين. وسيسمح البروتوكول الإضافي أيضا للوكالة الدولية للطاقة الذرية بأخذ عينات من البيئة مثل التربة يمكن أن تكشف عن الأبعاد العسكرية للنشاط النووي بعد سنوات من حدوثه. وتهدف إيران إلى إبرام اتفاق مع القوى الست بحلول 30 يونيو تقلص بمقتضاه برنامجها النووي في مقابل رفع العقوبات الدولية عنها، لكن المفاوضات دخلت في طريق مسدود لأسباب منها الخلاف على كيفية دخول مفتش الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى المواقع الإيرانية. محمد مجدي، رويترز.